السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده معانا وصفه من المطبخ التركي، وصفه قديمه جدا اسمها الشركسيه. اساس الشركسيه عين الجمل. قد يكون لما نقول عين جمل نفتكر ان الموضوع مكلف. الوصفه اللي انا هعملها، كل اللي انا هستعمله فيها 125 جرام او ثمن كيلو عين جمل، اعتقد ممكن يكون في متناول ايدنا. كوبايتين تقريبا شوربه فراخ، معلقه كزبره مطحونه ناشفه، معلقتين كبار او 3 معالق كبار زبده، ونص معلقه ملح او معلقه ملح صغيره، هناخد على قد احتياجنا لان الشوربه بيبقى فيها ملح، ورغيفين عيش فينو وميه دافيه عشان خاطر ابل فيها العيش الفينو. الوصفه هقدم معاها رز وصدور فراخ متقطعة. خلونا نبتدي الوصفة ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة بجيب الكبة بتاعتي واحط فيها عين الجمل كله واطحنه عشان اوصل بيه لعجينة، واطلع الزيوت اللي جوه عين الجمل اخليها تطلع على يعني في العجينة. هنشوف دلوقتي دي بدايتنا. خليني يعني اضرب من غير ما اتكلم وبعدين نشوف الشكل هيكون عامل ازاي. ده يبقى باودر، بس لسه مش هو ده المكون اللي احنا عايزينه او الناتج اللي احنا عايزينه. انا في الاثناء دي هبتدي احط العيش في المية عشان يطرى، لان هحتاج ان انا اضربه بعد ما اخلص العين الجمل، هحتاج احط العيش معاه. نكمل. كفاية. هاخد العيش الفينو بتاعي، يعني انزل شوية مية منه وابتدي احطه. اتاكد بس انه تشرب ميه كويس. اتاكد بس ان الحاجه كلها اتخلطت كويس. تمام، ده شكل الخليط. عين الجمل بعد ما ضربناه حطينا عليه العيش الفينو اللي معصور من المية او منقوع في مية، وده اللون. احنا هنحطها على النار مع الشوربة ونقلبها، وفي الاخر خالص هنحط الكزبرة مع الزبدة زي ما بتقولوا كده طشة في النهاية. و يعني نشوف بس، هنحطها على النار دلوقتي ونشوف شكل الوصفة وهي بتستوي على النار شكلها ايه. اول حاجة هبتدي انزل بالشوربة بتاعتي، مش هنزل بالشوربة كلها، هسيب نص كوباية تقريبا او كوباية الا ربع عشان اظبط بيها الكثافة بتاعت الشركسية، وهنزل بالخليط اللي عملناه من العيش الفينو المنقوع في مية مع عين الجمل اللي ضربناه لغاية ما طلع الزيوت بتاعته. ودي خطوة مهمة جدا عشان خاطر تنجح معانا الوصفة وتطلع مرضية لينا ان شاء الله. هبتدي اقلب بالمضرب السلك لان هو ده احسن حاجة هتخلط المكونات كويس ببعضها عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. تاخد على النار تقريبا 10 دقايق، يعني لما يبتدي لونها يغير شوية وتتقل سنة عن كده نبتدي نعمل الطشة بتاعتها اللي هي كزبرة ناشفة مطحونة مع زبدة طبيعي. هسيبها تبتدي تغلي. زي ما حضراتكم شايفين ابتدت تغلي وتتقل شوية، هنتظر بس قليلا لما اللون يغير يغمق سنة صغيرة هنبتدي نعمل الطشة بتاعتها ونحطها ونقفل عليها.
ده الطبق بتاعي اللي هنقدم فيه. هنحط في الوسط كده شركسية، وهقدم قطع فراخ مسلوقة ودي كانت وصفتنا النهاردة، الشركسية مع قطع فراخ ورز، وصفة من المطبخ التركي، وزي ما شفتوا حضراتكم سهلة جدا في عمايلها، في طريقة عملها وتنفيذها، مش محتاجة مكونات كتير وكمان مش هتكون مكلفة. انا استعملت يعني نص صدر فرخة وكوباية رز تقريبا و 125 جرام عين جمل، في متناول اي حد فينا يقدر يعملها ان شاء الله وتجربوها. اللي جربها قبل كده بالطريقة دي يقول لنا في التعليقات، واللي ما جربهاش قبل كده أو أول مرة يعرفها ياريت يجربها ويقول لنا رأيه إيه، لأن هدفنا في القناة إن إحنا نساعدكم إنكم تعملوا أكلات جديدة ومبتكرة وتسعدوا بيها نفسكم وتسعدوا بيها أهلكم. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان المعظم، ان شاء الله بنوعدكم بوصفات اكتر واكتر مناسبة لشهر رمضان ان شاء الله، ونسعد بلقائكم دايما في وصفات جديدة. نشوفكم على خير، السلام عليكم.